وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي الذي يقول فيه المولى عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ورأينا في حصة ماضية بأن المولى عز وجل عندما يريد أن يتحبب إلى خلقه يصفهم بالعبودية. ورأينا بأن صفة المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل. ورأينا بأن إحسان الظن يقتضي إحسان العمل. ثم قال المولى عز وجل في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. المولى عز وجل يتودد إلينا ويطلب منا أن نذكره، ولذلك فإن المولى عز وجل في القرآن الكريم يقول فاذكروني أذكركم. إذا ذكرنا المولى عز وجل، فإن المولى على جلالة قدره يذكرنا، وذكر المولى عز وجل للعبد يعني أن يوفق المولى عز وجل عبده. ان يملا قلبه بالطمانينه ان يجعله سعيدا وان كانت الدنيا مدبره بعض الناس ما عندهم ما وما عندهم جاه وما عندهم وما عندهم سلطان ولكنهم يشعرون بالمتعه ويشعرون بالفرح المستمر ذلك لانهم تعودوا على ذكر الله عز وجل ولانهم تعودوا على ذكر الله عز وجل فان المولى على جلاله قدره يذكرهم ولذلك فان المولى عز وجل يطلب منا ان نذكره ليس ذكرا عاديا وانما نذكره ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وفي الايه الاخرى يقول المولى عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فلعلكم تلاحظون بان المولى عز وجل يطلب منا ان نذكره والقران الكريم ذكر والهيلله ذكر والاستغفار ذكر والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر والتامل في ملكوت الله عز وجل ذكر والتمسك باحكام شريعه الله عز وجل ذكر والابتعاد عن المعاصي ذكر فالذكر معناه ان يكون الانسان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى فاذا ارتبط المولى عز وجل بالله عز وجل فانك تجده محبا له يقرا القران الكريم ويجد متعه ويصلي ويجد متعه ويهلل ويجد متعة ويستغفر ويجد متعة ولذلك المولى عز وجل يقول وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرت المولى عز وجل فإن المولى عز وجل يكون معك بعض الناس مصابون بالكآبة أو مصابون بالخوف المرضي لا يستطيعون ان يطفئوا النور اطلاقا لانهم في خوف شديد. عندما يدخل عندما يدخل الرجل في الى بيته يقول لك انني اشعر بالكابه. الزوجه تقول لك تقول اني لا اريد ان ابقى في هذا البيت اطلاقا انه مظلم. السبب في ذلك اننا لا نذكر الله عز وجل. لو اننا ذكرنا الله عز وجل فان المولى عز وجل يطمئننا لان المولى عز وجل في الحديث القدسي قال وانا معه اذا ذكرني اذا كنت مع الله عز وجل هل يصيبك خوف سيدنا ابو بكر الصديق عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار واقترب الكافرون من الغار فاذا بسيدنا ابي بكر يخاف فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تخف يا ابا بكر فان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ولذلك اخي اذا كنت تشعر بالكابه، اذا كنت تشعر بالخوف، اذا كنت تشعر بالاضطراب عندك المال وعندك الجاه وعندك السلطان، عندك السيارات، عندك كل شيء. ولكن مع ذلك انت خائف وانت مضطرب وانت لا تستطيع ان تطفئ النور في البيت، وزوجتك المشكله لعلك غريب عن الله عز وجل. ولذلك فان المولى عز وجل في الحديث القدسي يقول: وانا معه اذا ذكرني. اذا ذكرت الله عز وجل يكون معك، لا يمكن ان تخاف اطلاقا. ولذلك فان بعض الناس يقول لك: والله العظيم اني مصاب بسحر. ومصاب بعين. الدليل على ذلك انني لا اشعر بالسعاده في بيتي اطلاقا. نساله هل تقرا القران الكريم يقول يا اخي والله منذ رمضان الماضي ما قرات القران الكريم هل تصلي يقول من ذاك مر يعني في من حين يعني مرات اصلي مرات لا اصلي كيف تريد ان تكون مطمئنا وانت لا تذكر ربك ولذلك فان المولى عز وجل يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا دخل الرجل بيته وذكر اسم الله قال بسم الله وجلس الى طعامه وذكر اسم الله نادى كبير الشياطين اصحابه وقال اذهبوا فلا مبيت لكم اليوم ولا طعام هذا بيت رباني هذا بيت ذكر فيه المولى عز وجل وإذا دخل الرجل بيته ولم يذكر الله دخل صفرة ولا يسب الدين وجلس إلى طعامه ولم يذكر الله نادى كبير الشياطين أصحابه هلموا تعالوا فان لكم اليوم المبيت والطعام، عندكم بيت تبيتون فيه وعندكم طعام تاكلونه ولذلك فان اهل البيت يعيشون في فزع، الزوجه والزوجه في صراع، الزوج ينام وحده والزوجه تنام وحدها والاطفال يعيشون كوابيس وبكاء ولا حول ولا قوه الا بالله. المشكله ان الشيطان قد جاء وسكن البيت وجاء, وس... وجاء واكل الطعام ولذلك وانا معه اذا ذكرني اذا ذكرت الله عز وجل فان المولى عز وجل يذكرك يذكرك بان يجعلك مطمئنا يا رب ارزقنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وانا معه اذا ذكرني فلا ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني تصور معي بانك في نفسك تقول لا اله الا الله تقول لا حول ولا قوه الا بالله تقول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فان المولى عز وجل على جلاله قدره يذكرك في نفسه واذا ذكرك المولى في نفسك اصبحت سعيدا إذا ذكرك المولى في نفسه اطمأننت وإذا ذكرني في ملأ ذكرني في أصحابه مثل ما نفعل مع إخواننا طاقم هذه الحصة نحن الآن نذكر الله لأننا نتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأننا نتكلم عن المولى عز وجل نحن نذكر الله عز وجل في ملأ في جماعة فإن المولى عز وجل يذكرنا في ملأ خير منه ولذلك يا اخي الكريم ما عليك الا ان تطرق الباب وتقبل على الله عز وجل ذلك لان الانسان اذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره المولى عز وجل في نفسه ولئن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه وان تقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعا، ما اعظمه من رب كريم، يكفي ان نطرق بابه، نحن نريد ان نقبل، فاذا به هو الذي يتزلف لنا ويقبل علينا. فان تقرب الي ذراع شبرا، تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا، تقربت اليه باعا، والباع ما بين الذراعين. وإن جاءني يمشي أتيته هرولا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه فلما لا نجعل من بيوتنا مجالا للذكر لما لا نجعل من حياتنا مجالا للذكر عندما اكون في بيتي اجمع ابنائي وزوجتي ونقرا شيئا من القران الكريم ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونهلل المولى عز وجل ونستغفره فاذا ركبت الحافله من بيتي الى عملي عوض ان اشتغل بالقيل والقال لماذا لا اصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا لا أهلل ولماذا لا أذكر الله عز وجل صدقني أخي الكريم إنك إن أقبلت على الله عز وجل أقبل عليك وأصبح معك وإذا أصبح معك اطمأننت وإذا اطمأننت فإنك تشعر بالسعادة ولذلك السعادة هي أن هي أن يشعر الإنسان بالرضا، ولذلك يقول أحد الصالحين: والله لو يعرف العصاة ما نجده من لذة في الطاعة لقاتلونا على ذلك بسيوفهم يا رب افتح بيننا وبينك وافتح بيننا وبين ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورض نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته